اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج الملكه تواجه. قلنا مره واتنين قبل كده تفائلوا بالخير تجدوه، ان هي محنه وهتعدي. يمكن النهارده اول يوم لعوده الحياه لطبيعتها. ده هيخليني اقول لك حاجه مهمه جدا، مش هينفع تنزلي من غير كمامه، واهم حاجه يكون معاكي الكحول في ايدك ومطهر، وهتكوني كير اكتر من الاول ببيتك وولادك، وربنا يحميكي ويحفظك ويحمينا كلنا ان شاء الله. حلقه النهارده معانا فيها فقرتين مهمين. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن مشكلة تأخر الكلام عند الأطفال، والفقرة الثانية هتكون معانا أستاذ عبير علي هنتكلم فيها عن وصفات طبيعية للشعر. خليكم معانا. هنبدأ نرحب بالضيفة معانا دكتورة إيمان محمود البدري، مدرس التربية الخاصة بجامعة المنصورة. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، نورتيني. حضرتك النور. عايزين بس نعرف أول حاجة، ليه الطفل بيتأخر في الكلام؟ الطفل بيتأخر في الكلام نتيجة لأسباب بترجع لأسباب عضوية وأسباب بيئية. الأسباب العضوية بترجع لفقدان السمع أو ضعفه، التركيب الفمي، جهاز النطق والعيوب اللي ممكن تكون موجودة فيه، عدم انتظام الأسنان، وجود ربط في اللسان، وجود شق في سقف الحلق، حجم اللسان سواء كبير أو صغير قصير أو طويل، دوت كله بيكون سبب من الأسباب العضوية. الأسباب البيئية زي الحرمان العاطفي وعدم وجود جو أسري هادي، الصراعات الموجودة في الأسرة كمجمل عام، إن وجود نمط من أنماط الأسرة عنده بالطبع أو عنده بالفعل مشكلة من مشاكل النطق والكلام. يعني لو في مشكلة بين الأب والأم ممكن تأثر على الطفل إن هو يتأخر في الكلام. أكيد طبعا، الجو الهادي بيأثر بالإيجاب على الطفل وعلى نموه سواء لغوي أو مهاري. بعكس الانفصال برضو بين الاب والام، لو هو طلع الطفل لوحده مع مامته او باباه اكيد طبعا ما بيلاقيش الطرف التاني بيأثر في الكلام. اكيد طبعا، وجود نمط في الاسره عنده اضطراب من اضطرابات النطق بيأثر، لان الطفل هيكتسب من فين اللغه غير من الجو المحيط بالنسبه له. من البيئه المحيطه، ان الام ممكن تهتم بان هي تكسب الطفل اكتر من اللغه. اوكي. ليه؟ لان هنا المفروض اللغه الام تكتمل، وبعد كده تدور على لغه بديله بعد كده ان هي تكسبها للطفل، مش بس تفرح ان ايه ان هو في سن صغير ابتدى يقول كلمات بلغه تانية. على عكس ان هي المفروض تسيب اللغه الام هي اللي تكتمل وتهتم بيها اكتر، وبعد كده تدخل لغه تانية على الطفل. امتى بقى الام تبدا تقلق على ابنها او بنتها ان في مشكله في الكلام؟ من سن كام تقريبا؟ هنا يبقى لازم نرجع لمراحل التطور اللغوي، علشان خاطر الام لما تبتدي تقيم طفلها تبتدي تعرف ايه، ايوه لا الطفل اتاخر، فالمفروض ان انا ادور على متخصص يشوف المشكله فين ويحط له برنامج علاجي. مراحل التطور اللغوي بالنسبه للطفل بتبتدي من مرحله الميلاد او وقت الولاده، ده اول اللي هي اول ما يتولد يعني، اللي هو احنا بنسميها بصرخه الميلاد. وقت الولاده بيحصل ان الهواء بيحتك بالحنجره فبيصدر صوت تلقائي بالنسبه للطفل اللي هو الصراخ او البكاء، فاحنا بنسميها ان هي ايه دي صرخه الميلاد بالنسبه للطفل. من سن شهر لسن لبدايه الشهر الثالث دوت بيبقى عباره عن اصوات الطفل، بتبقى صراخ وبكاء بيعبر بيها عن الجوع او احتياج شيء معين، الجوع او الالم، ومن هنا الام بتستدل من خلال الاصوات دي اذا كان في حاجه الماه او تعباه او ان هو جعان او عايز يغير او عايز ينام، الحاجات اللي احنا كلنا بيعيط بس مفيش حاجه تانية بيعملها، بس من خلال العياط والصراخ بتاع الطفل بتبتدي تستدل لاحتياجاته ايه. تمام. طيب المرحله اللي بعد كده اللي هي من سن 3 شهور لسن 6 شهور، ودي مرحله المناغاه، ودي بتبقى اجمل واهم مرحله بالنسبه للطفل. الطفل بيبتدي ان هو يصدر اصوات متحركه اماميه. المرحله دي لازم الام يتلفت نظرها ان هي بتبتدي عند كل الاطفال من سن 3 شهور، تمام كده؟ فلازم تاخد بالها اذا كانت المرحله دي بتتطور او بتقف. ليه؟ لان بالنسبه للطفل الطبيعي هو سامع الاصوات اللي هو بيصدرها. أوكي. فبيبتدي ان هو الصوت اللي بيعجبه بيكرره تاني، فبيعمل لنفسه ايه تقليد ذاتي، بيقلد نفسه الكلام. فبيكرر الاصوات او المخارج اللي بيطلعها وبتعجبه. طب اذا توقف نفهم من هنا ان في مشكله في السمع. ليه بقى؟ لان الطفل الاصم بيصدر الاصوات اللي هي اصوات المناغاه دي عن سن 3 شهور بس، فقدان ما سرعان ما يفقدها، لان هو مش سامع الاصوات، فهيكررها ازاي او هيعمل نفسه تقليد ذاتي ازاي؟ تمام.
بعد كده العمر من 6 شهور ل9 شهور، وهنا الطفل بيبتدي بقى ايه اللي هي الالعاب الكلاميه، بيبتدي يخرج مقاطع مخارج ويبتدي ان هو يكررها، ويبتدي الشيء اللي بيلفت نظر اللي حواليه يقلده تاني علشان خاطر ايه ممكن الصوت اللي انا خرجته دوت يبسط اللي حواليا يضحكوا، فببتدي ان انا ايه يضحكهم تاني فببتدي ان انا اكرره تاني. طيب المرحله اللي بعد كده من سنة 10 شهور لسن 18 شهر اللي هو اخرنا سنة ونص. أوكي. دي مرحلة الكلمة الواحدة. الطفل بيبتدي يخرجها من سن 10 شهور، لكن أنا كأم ما ينفعش أستنى لبعد سن 18 شهر. أفهم من هنا إن المفروض دور أنا يظهر إذا ما فيش أي عائق يعوق التطور ده، بمعنى إن هو إذا أنا بالفعل عارفة إن ما فيش أي إعاقة بالنسبة لطفلي، ما فيش حاجة عضوية أو حاجة ما فيش أي حاجة عضوية تخليه ما يتكلمش. شميم. طيب يبقى المفروض هنا أعمل إيه؟ أدعم طفلي. بمعنى ان انا كأب وكأم ابتدي ان انا ابين له مخارج الحروف، ابتدي ان انا اظهر له الكلمات اللي بيها ممكن يعبر عن نفسه وممكن يقلدها، ولازم وانا بكرر الكلمه لازم اوضح التعبير بالنسبه للكلمه، لان الطفل هيبتدي يفهم معنى الكلمه، او احنا بنقول ايه الطفل لا يدرك الكلمه ولكنه يدرك معنى الكلمه. فلما هيفهم الكلمة دي معناها ايه بعد كده هيبتدي يعممها على جميع المواقف في حياته. يعني ونفرض ان انا بديله ياكل، فببتدي ان انا وانا بعمل الفعل بكرر كلمة ايه او مقطع اللي هو مام. اوكي. فيبتدي الطفل من هنا كل لما هيعوز ياكل اكيد هيكرر الكلمة دي، فمن خلاله هيبقى الكلام موجه بعد كده، وده اللي انا بشتغل عليه الجانب المعرفي قبل الجانب اللغوي. ممكن ام تجيب لك طفل وتقول لها لا انت جيتي متاخر مش هينفع ان انا اعالجه او اكمل معاه؟ ما هو بعد ما بنلاقي ايه ان ونفرض ان انا دلوقتي مشيت على التطور اللغوي ووصلت لسن 4 سنين اللي المفروض الطفل هنا بيكون الحصيله اللغويه كلها اكتملت، ايجاد اللغه ايجاد تام، بالنسبه لان انا لما يروح ينزل في وسط اطفال مثلا واجي اقول له اسرد لي عملت ايه مع الاطفال دول، فيبتدي يسرد حياته اليوميه بالنسبه لقعاده مع الاطفال دول، ايوه لعبت بكذا وعملت كذا، طيب فلان ضربني، طب انا عملت كذا، واجهت المواقف بالاسلوب المعين ده. طيب اذا انا وصلت ل4 سنين او 3 سنين وابني لسه ما بيتكلمش، فلازم هعرضه على متخصص واشوف المشكله في ايه بالظبط. تمام. اوكي. في بقى امهات بتقلق ان ده ممكن يكون توحد. بالنسبة إذا كان توحد أو تأخر لغوي، بالنسبة لأن أنا دلوقتي ابني عن تأخر لغوي، بمعنى أن دلوقتي أنا شايفة أن هو مش قادر يوصل للغة التعبيرية بالنسبة للطفل اللي في سنه مقارنة بالطفل اللي في سنه. تمام. طيب يبقى المشكلة هنا عندي اللغة بس، ولا أنا شايفة كأم أن إدراكه مش مناسب ومش قادر يعبر، مش فاهم كويس؟ طيب اذا كانت المشكله كده كلغه بس، طيب انت دلوقتي بتنحصر تحت التاخر اللغوي. طيب اذا كانت المشكله بتتمحور في 3 اجزاء اللغه والسلوك والتفاعل الاجتماعي، مثلا انا طفلي مش قادر يقعد في وسط اطفال من نفس سنه ومش قادر يلعب معاهم، بيشوف الاطفال وبيسيبهم وياخد لعبته ويروح يقعد لوحده، ده كده توحد. بس لازم نحط شويه بنود وبعد كده نقول توحد او لا. جايز يكون انطوائي، لكن استجابته السمعيه واستجابته البصريه، هل انا طول الوقت بنده عليه ما بيبليش بالصوت اللي هو سامعه على الرغم من ان هو سماعه كويس؟ بمعنى انا لو شغلت صوت كويس او نغمه معينه او قناه هو بيحبها في اوضه بعيد وهو جه على الصوت ده، يبقى اكيد الطفل ده بيسمع. تمام. طيب اذا هو بقى انا بنده عليه ومش بيبالي بالصوت اللي هو سامعه، ان انا بنده محسسني ان هو مش سامعني، التواصل البصري بتاعه مش مظبوط، ما بيبصش للحاجه اللي بيعملها. اوكي. حركته كتير ومش بيقعد بطريقه سويه او بطريقه سليمه، طول الوقت بيهتز، طول الوقت بيرفرف بايديه، طول الوقت بيصدر اصوات زي ضحك هستيري، بكاء من غير اي سبب، بيدور على ابسط الاشياء بتلفت نظره ويقعد يلعب بيها في جنب، زي مثلا عجله العربيه لعبه مثلا واخدها ورايح في مكان بعيد، ده كله لازم يقلقني. طب لو عايزين نقدم نصيحة لأي أم لو هي عندها طفل متأخر في الكلام، تحب تقول لها إيه؟ أحب أقول التدخل المبكر أهم وأشمل من أي حاجة تانية، هو نقطة البداية لحل كل مشكلة،
بمعنى انا لو صادفني اي مشكله وحاولت احلها في البدايه هيبقى احسن بكتير من ان انا اصبر لحد ما المشكله تكبر وتتفاقم وبعد كده ادور على ايه الحل بتاعها. ان انا طول الوقت بالنسبه للطفل التاخر اللغوي ما ابتديش ان انا كل لما ينطق حاجه غلط او حاجه مش باسلوب مش صح اوبخه او اقول كلام يستفز اي حد، لا بالراحه وبفهمه وبعرفه وبقطع له الكلمه وبقسمها وببتدي ايه ان انا اعمل اطاله وتقسيم للكلمه بحيث ان الطفل يقدر يستوعب مقاطع الكلمه ويقدر يكررها ورايا. بستعمل التعبير عن الكلمة وبدي الكلمة والفعل بتاعها، ببتدي ان انا اديله محاور الجانب التعبيري كله بحيث ان هو يقدر يتفاعل ويقدر يتحاور مع حواليه، العبه في وسط اقرانه وما اديلوش مهام اكبر من قدراته. يعني لازم تكون المعالجة من بدري، ما ينفعش الطفل يتأخر واحنا نسيبه بعد كده نبدأ بقى ان احنا نفكر. اكيد طبعا. بشكرك جدا دكتورة إيمان محمود البدري، نورتيني وإن شاء الله تكوني معنا في حلقة تانية إن شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع الدكتورة مع أستاذة عبير علي خبيرة التجميل اللبنانية. فاصل وراجعين على طول، خليكم معنا.